السلام عليكم، أنا اسمي محمد حسن. شرحت بفيديوهات قبل الـ Basic Switches والـ MSA. هأشرح هلأ أنا كيف الوصل، طريقة الوصل بيناتهم. اللي ما شاف الفيديوهات هدوليك لازم يشوفهم. شوف كيف أنا عملت شرحة الـ DPC على الـ Nexus Switches والهاردوير بتاعت الـ MSA. طبعاً لازم يشوفهم لحتى شوف طريقة الوصل بيناتهم، شوف الكومبوننتس، شوف كل شيء. تمام، فيكم تفوتوا على اليوتيوب شانل تبعي بتشوفوا كل المواضيع. طبعا انا بدي اوصل بين ميكسس سويتشز والام اس اي. طبعا حيكون انا في عندي هيك تكون الـ MSA هي عبارة عن shared storage. في عندي switch 1 switch 2 موصولين عليها. تمام، في عندي servers موصول على السويتشز. السرعة من السويتش و هاي الـ MSA و 10 جيج و 10 جيج يعني 20 جيج. طبعا هذا الغلط بيكون عن طريق بي بي سي. اوكي، هذا السيرفر هون هون كمان تنجيك تنجيك ايه. طبعا انا فيني اذا بدي زيد السرعة بين السويتشز برجع بوصل كمان بين السويتشز وال MSA، برجع بوصل بيناتهم كيبل ثاني بيمشوا معي. تمام، هيكون في عندي اربعة يعني 40 جيك فعليا 40 جيك. أنا شرحت السويتشز. طبعا السويتشز هيك في بيناتهم لينك بي بي سي، في بيناتهم كيب الايف. تمام، هذول أنا شرحتهم بال نكسس سويتشز فيديو. تمام، هشوف أنا هلا طريقة الوصل بين هذول سويتشز و السن. طبعا السن حوصل على السويتش عن طريق فايبر. اوكي، فايبر شغل. طيب لاوصل بيناتهم، انا هون قلت لكم انه في عندنا 40 جيج بير سكند. هون على الام اس اي الكنترولر اللي لها بيعطيني 10 جيج. فإذا بدي أوصل بيناتهم لازم جيب كونفرتر. تمام، جيكم الكونفرتر كيف بيوصل، كيف وصله، كيف بدي أركبه على السويتش. هذا الكونفرتر وانكلوجر طبعا هو بنفس الوقت بركب ركب فيه الفايبر. تمام، ركبها، ركبت فيها. تمام، بيجي لهون طبعا دائما
تمام. فايبر كيبل عادي فايبر وصل من هون لا ام اس اي. خليني نشوف بس كيف طريقة الوصل هون. طبعا على الكونترولرز بوصل عليها الفايبر لهون. طبعا انا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 بورت هون. طبعا انا ليش عندي 8 هون وعندي هون 4؟ انا جايب زياده يعني اذا كان للمستقبل، يعني انا حاسب حساب شوي لقدام. وانا في عندي هون 2 كنترولرز، لكل كنترولر بدي اوصل 2 بحيث اذا بس نزل كنترولر واحد منهم داون ضل عندي الهاردوير اب. تمام، بسحب هاي بركب كيبل فايبر عادي. تمام، ف حوصل انا بالبروجكت حوصل 2 من هون مع 2 من طبعا. البروتوكول حيكون ايسكازي بين السيرفرز والستورج، والترافيك كله عم يتمر عن طريق السويتش. تمام، هذول السويتشز بيكون زي واحد منهم داون ضل الثاني اب، اذا اثنين داون اب بوصل لشيء اسمه اكتيف لينك وباخذ سبيد هي بلس. تمام، هذا كل شيء كان بالنسبة للوصل بين الهاردوير. بالنهاية شكرا لكم، شوف الفيديو و يعني فيديوهات كثير بعتقد انها منيحة لأنه نشوف الهاردوير وكنت على طول نحن نشوف يعني سيميوليترز وهيك، فأنا شفت هلا كل شيء على الواقع. شكرا لكم، شوفكم بفيديوهات تانية. شوفوا قناتي على اليوتيوب في عليها كتير فيديوز، إذا بكم عملوا سبسكرايب بنصير لكم. شوفكم بالدرس الجاي.